انت فيك ايه؟ مان ما انا كويس اهو. انت ما بتكلمنيش غير وانت فيك حاجة، انما وانت كويس ما بتفكرش فيا من اصله. ده مش حقيقي. ايه انت مش ناوية تبطلي فترة عليا بقى ولا ايه؟ بالعكس يا مريم، انا طول الوقت وانت على بالي. سليم من غير لف ودوران، انت كلمتني ليه؟ تتجوزيني يا مريم؟ ها؟ زي ما سمعتي كده، تتجوزيني يا مريم؟ انت شارب حاجة؟ لا يا اختي مش شارب حاجة، انا في كامل قواي العقلية. فكرت كتير يا مريم ولقيت ان انا عايز افضل جنبك الشويه اللي فاضلين في عمري، وعلى فكره اللي باقي مش كتير، وانا تعبت قوي يا مريم، مش عايز اكمل لوحدي. قلتي ايه؟ اهلا يا ياسمين، تعالي. اوكي. ايه ده؟ اقعدي يا حبيبتي. حبيبي انا عايزه منك خدمه صغيره قد كده. كويس، وانا كمان عاوز منك خدمه عشان تبقى واحده بواحده، بس قولي انت الاول. ماشي بابي، أنا مطلوب مني بحث في الجامعة ليه علاقة بالحالة النفسية للمساجين، فكنت عايزة بس حضرتك تكلم لي أي حد في مصلحة السجون، يعني سهل لي شغلي مش أكتر. بس كده؟ السيد المدير بنفسه. السيد المدير مين؟ السيد اللواء مدير مصلحة السجون. بابي كده كتير قوي. هي ياسمين العطار شوية، شوف أنت بس عايزة تروحي إمتى وأنا هكلمه يبعت معاكي حد يسهل لك كل حاجة. ميرسي يا بابي. تعرف يا ياسمين لو كنت راجل كنت خليتك تبقي الكبير. انا مش عايزه ابقى كبير، انا عايزه افضل جنب الكبير كده وفي حضنه بس. طب ما انت جايبالي راجل هو ياخدك مني عالجاهز. مين ده اللي ياخدني منك؟ مستحيل، انت حب عمري. ده ما فيش بنت في الدنيا دي كلها بتحب ابوها قد ما انا بحبك يا زيني عطار. طيب يا ياسمين، يا زيني عطار، الخدمه بقى اللي انا عاوزها منك. أمرني بابي. هي وصية عشان لما أموت. بعد الشر عليك يا بابي ما تقولش. الخزنة دي رقمها زي عيد ميلاد أمك. 18 11. الملف ده هتاخديه توديه لأخوكي حسن في الدار. تسلميه له بنفسك. لا تقريه ولا تشوفي اللي جواه. الكلام ده ما يخرجش برايا انا وانتي. حاضر يا بابي. العمر الطويل ليك ان شاء الله. ويا رب عمرك ما تحتاجني اعمل كده ابدا. انا مش فاهمه حضرتك ايه مشكلتك؟ ده بالعكس، يعني فكره ان هو عازمنا بالنهار دي ما فيهاش اي حاجه تخوف. مشكلتي ان هو بيدور على الامان. معنى كده ان هو مش واثق في قراره. وده لو عدى على خير دلوقتي مش هيعدي على خير بعدين. هيكون مين يعني غير زكريا؟ انت خايف من مين؟ المشكلة ان انا مش عارف ايه اللي بيدور في دماغه المرة دي. اللي سايبه زين كبير قوي، اكبر من اي حد، فلوس ودار وبلد، والاهم سلطته وعلاقته بالتجار اللي بره، وده كله ما ينفعش يبقى في ايد واحد بس، خصوصا لو كان صغير في السن زي زكريا. ومروحنا بقى معناه ان احنا هنعمل مبايعة للي هيتقال اسمه حتى لو ما كناش موافقين عليه. خلاص يا بابي نعتذر، بلاش نروح، ما توفقش على حد انت مش عايزه. لا انا اذكى من كده، لو ما روحتش اخرج بره اللعبة، ودي لعبتي انا. انت هتروحي بدالي، نسمع ونشوف هنعمل ايه. عالية تعالي يا حبيبتي،
تعالي قربي ما تخافيش تعالي. اهلا 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 اهلا. انت مبسوطه عندنا هنا؟ بتحبي زكريا؟ بتحبي هايدي؟ طب روحي العبي يلا اجري. كويس انك جيت. الحمد لله على سلامتك يا بابا. الله يسلمك. خير يا بابا، زكريا قال لي اني لازم اجي اقابل حضرتك. خير ان شاء الله، عاوزك تبقى معانا اليومين دول. ليه يا بابا، في حاجه ولا ايه؟ هو لازم يبقى في حاجه يا اخي؟ عاوزك معانا شويه، كتير عليا ولا ايه؟ لا 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 يا بابا طبعا. طب روح اقعد مع اخواتك لغايه ما اطلع اغير وانزل لكم. في كاكاو انت هتعملهم عليا انا يا حسن؟ مالك قلب وشك كده ليه؟ مش عارف يا عزيزي، قلبي مقبوط. كبر الموضوع قوي يا حسن، كل ده عشان اتخانقت مع عمار؟ ما انت كل يوم بتتخانق مع عمار، ايه الجديد؟ على فكره انا ما اتخانقتش معاه، انا اصلا ما اديتش حقق اللي هو عايزه والموضوع يكبر. هو راح فين دلوقتي؟ خرج مع امير يجيبه الماما. هو تعبان كده؟ حسن عمار حطك في دماغه، مش هينولها لك، افهم. تفتكر هيكلم رحمه؟ انا اتوقع اي حاجه من عمار بصراحه، بس ان شاء الله ما يحصلش. انا مش فاهم هم ليه مش عايزين يخرجوني من هنا. ايوه يا نادي. ايوه يا حبيبي. انا عايز افهم انتوا ليه مش معزومين؟ انت بتسالني انا؟ ما تسال ابوك. ما انا سالته ما فهمتش منه اي حاجه، قال لي هقول لك بعدين. أكيد فتحي عمل مصيبة. مش مهم، المهم إن أنا بحلم باليوم ده من زمان. تحلمي بإيه جاتك نيلة؟ إذا كان أنا نفسي ما بحلمش، أنا مش عايزها أصلاً يا نادية. مش عاوزه ليه يا زكريا؟ كل ما بفكر إن أنا هبقى كبير يجيلي إحساس كده إنه ده معناه إن أبويا ممكن ما يكونش موجود، والإحساس ده بيقتلني. أنا كل اللي أنا عايزه إن أنا أفضل جنبه حواليه، اتعلم منه، اشيل معاه المسؤوليه، اشيلها، بس ما احسش ابدا انه ممكن ما يكونش موجود. الاحساس ده بيقتلني يا ناديه. ربنا يخليه لك. ما هي دي بقى سنه الحياه زي ما بيقولوا، وانت قدها. المهم عايزك تعرفي لي ايه اللي حصل، ليه انتوا مش معزومين؟ اعرفي لي من فتحي وانا احاول اعرف من ابويا. بقول لك ايه، انا لو ما جيتش هتقهر. مش معقوله هي تبقى جنبك وانا اللي بعيده. ناديه، هي دي اسمها مراتي مش هي. هو انت ليه ما بتفكرش قبل ما تتكلم يا زكريا؟ على هم انا اهم حاجه عندي ان انا اشوفك مرتاح. انا اسف، ما مش قصدي. انت عارف انا بتكلم معاك على طبيعتي، يعني ما بعملش حساب للكلام. عموما الوضع ده هيتغير وهيتغير قريب ان شاء الله. سيبيني اجهز بقى. وما تنسيش اعمل اللي قلت لك عليه، عايز اعرف. يلا سلام. خوفتيني عليك يا هوا يا سلمى. ولا كنت هفرق معاك اصلا. ايه ده، عرفتي منين؟ سبحان الله. ما بلاش الكلام الخايب ده، عشان انت عارفه انا بحبك قد ايه. بحبك يا سلمى يا اجدع واحن اختي في الدنيا. هديه دي جايبها لك ايه؟ الله، دبدوب الطيب ده. بس هي ما قدرتش تيجي عشان عندها شغل. صالح، ممكن اسالك سؤال؟ طبعا، بس يا ريت ارجوكي بلاش اسئله مزعجه عشان انا على اخري. هو انت وايا عايشين في بيت لوحدكم؟ قمة الإزعاج. ليه؟ صالح، هو أنت ترضى إن أنا وإياد نعيش مع بعض في بيت واحد وإحنا لسه ما اتجوزناش؟ أنت مستعجلة على إيه؟ أنتوا خلاص أنت وإياد هتتجوزوا قريب إن شاء الله. صالح، ما تهربش من الموضوع، عشان الموضوع ده أنا بفكر فيه فعلا بقالي فترة. أنت من ساعة ما رجعت وأنت متغير، بس ما وصلتش إنك تعيش في بيت واحد مع صاحبتك يعني. رد علينا يا صالح. أنت ترضى إن حد فينا يعمل كده؟ ده أنا كنت أذبحكم. وضميري مرتاح، واقف قدام القاضي يقول لي قتلت اخواتك، اقول له قتلتهم عشان بيقولوا كلام خايب. يا سلام. طب اشمعنى انت بتعمل كده بقى؟ عشان الموضوع مختلف.
انا وايا كنا مسافرين بره وعايشين كده، ولما رجعت مصر ما لقيتش اي مانع ان احنا نكمل كده. وبعدين طالما ما بنأذيش حد يبقى خلاص، فارجوكوا بقى خليكوا في حالكوا وسيبوني في حالي. ايوه يا صالح، بس انت دلوقتي مش بره، انت هنا في مصر واحنا هنا مش كده. يا سيدي اما تروح هناك ابقى اعمل اللي انت عايزه. يا ستي لا احنا اخر ناس ولا اول ناس هنعمل كده. طب طالما انت مقتنع قوي بالفكره دي، ليه بقى معترض ان اي حد فينا يعمل زيك؟ ولا هو حلال ليك وحرام على اي حد يخصك؟ في يا ياسمين مالك عماله تلفي وتدوري وبتلعبيني بالكلام؟ انت اصلا ما يخصكيش الموضوع ده. ثم انا وايا هنتجوز خلاص قريب، انا جاي النهارده اصلا عشان افاتح ابوكو ان انا هسافر بره وهعيش هناك خلاص. كده يا صالح؟ ايه كده يا صالح؟ في ايه وانا مسافر كوكب تاني؟ ما تبقوا تزوروني. وبعدين بقول لكم ايه بقى، انتوا بتحبوني ولا مش بتحبوني؟ لو بتحبوني بجد عايزكم تقفوا معايا قدام بابا في الموضوع ده، عشان انا عايز اعيش مرتاح، عايز ابقى مبسوط. بابي مش هيوافق يا صالح، ولو وافق هيتقهر. ربنا يستر بقى. انت عايز نعمل ايه يعني؟ اصلحك عليه؟ انت اتجننت يا ابني، انت خاين والخاين بيروح النار. وبعدين زين ما يحطش ايده في ايد خاين حتى لو كان ابنه. كده الكل هيعرف ايه اللي حصل، والموضوع مش موضوع زين بس انه يعرف ولا اللي هيختاره زين، الموضوع ان انا بقيت ملعون العمر كله وانت اللي عملت فيه ده. انا ما عملتش حاجه لحد، انت اللي استعجلت يا ريت.